مساء الفل يا محمد، وحشني جدا. كل سنه وانت طيب وكل جماهير مصر والنادي الاهلي بسنه سعيده يا رب ان شاء الله. يا رب باذن الله سنه سعيده علينا جميعا يا رب. طيب اولا متفائل باذن الله لمشوار منتخبنا في كاس الامم ولا بتنظر لهذه المساله ازاي؟ والله يعني بروح المشاهد او بخبره اللاعب مثلا اللي كنا موجودين فيها في جعبه منتخبات مصر قبل كده. في شواهد حصلت قبل البطوله، مباراه الجزائر لو تفتكرها. الوديه اللي كانت موجوده. اعتقد ان منتخب مصر ادانا شيء من الامل، يعني بريق من الامل كده انه هيكون ليه بهذه الروح وبهذا الاداء والشخصيه دي مكانه في بطوله افريقيا الجديده باذن الله. وبتمنى ان محمد صلاح بقى يحقق بطوله في مسيرته دي، متهيألي اللي هي ناقصاه يعني. اكيد. اذا مباراه الجزائر كابتن شريف شايفها ان هي ممكن تكون مؤشر ايجابي لمشوار منتخبنا، لان مفيش مباريات ثانيه اعتقد ادتنا المؤشر ده الا لقاء الجزائر في الامارات. دي الثقه، ادتنا الثقه كمان يعني. بتلعب مع فريق زي الجزائر ده انا بعتبره رقم واحد في شمال افريقيا، ورقم واحد مع المغرب و والسنغال وتونس طبعا. صح، والسنغال وكاميرون يعني دول فرق كبيره جدا، والمغرب زي ما قلت وتونس كمان فرقه محترمه. فدول الخمس ست فرق، وصاحبة الارض الكوت ديفوار، دول الخمس ست فرق اللي هتبقى المحور الميداني فيها للبطوله. والحظ يبتسم باذن الله للاوفر لمنتخب مصر باذن الله يعني. باذن الله. طيب جانب تاني متعلق بالمجموعه وترتيب المباريات، مصر معاها موزمبيق، غانا، الراس الاخضر، وده ترتيب الماتشات. شايف الترتيب ازاي ووضعيه المجموعه يا كابتن شريف في ظل ان احنا متاح نصعد بثلاث منتخبات، مش المنتخب الاول او الثاني، مش مركز اول وثاني بس، ممكن يكون في افضل ثالث كمان. هو عنوان البطوله اول مباراه محمد يعني، ضربه البدايه. ضربه البدايه اهم حاجه في البطوله كلها. هي ضربه البدايه وضربه النهايه، يعني هي دي اللي بتوصلنا صح للامل المنشود يعني بالنسبه لجماهير مصر كلها. فلازم اللعيبه تاخد مباراه موزمبيق دي اعلان عن نفسها، وزي ما بنقول كده بيرسلوا رساله قويه جدا داخل المنتخبات كلها ان مصر موجوده وموجوده بقوه يعني. لان في منتخبات ثانيه تحمل كثيرا من المحترفين اللي في اوروبا، محترفين في العالم كله على رسوم السنغال يعني والكاميرون. ف انا بعتقد ان المنتخبين دول اللي هيطلع منهم هو الجزائر ومصر والسنغال والكاميرون يعني. أكيد. طيب مباراة غانا في ترتيب المباريات هتكون المباراة الثانية. أيوة. شايف الترتيب ده ممكن يكون في صالح منتخبنا يا كابتن شريف ولا شايف الترتيب ازاي؟ أنا شايف إن غانا هتبقى أسهل مباراة، مش الصعب بالاسم يعني، هي مش الفرقة اللي بتخوف دلوقتي يعني. أيوه هو الوحيد اللي بيلعب دلوقتي من الجيل القديم، أنا معرفش استقدمه شباب بقى جداد وكلام من ده، وفي هارموني جديد يقدر يتكلم عن اسم غانا الكبير، ولا اعتقد ان هم لسه بيلملموا نفسهم يعني. اي فرقه ثانيه اللي هي المجهول دي انا ما بخافش غير منها. الفيرد الاخضر، موزمبيق، دول الفرق اللي تخاف منها، شباب وسرعه وبتاع، وانت ما بيقرفكش الا الناس اللي بتجري كتير واللي ما عليهمش اي ضغوط او دوافع. هم دول اللي يخوفوك، فعشان كده بقول لك الاهتمام كله مش بهتم بالراس الاخضر وبهتم صحيح بموزمبيق. غانا بالنسبه لي انا رايح وكسبان ثلاث نقاط قدام غانا خلاص، انت اول مجموعه ان شاء الله. طيب عايز اقول لحضرتك خبر دلوقتي يمكن رسمي تم اعلانه من قبل اتحاد الكوره، يمكن تم استدعاء مهند لاشين بدلا من احمد نبيل كوكا اللي خرج بسبب الاصابه، يعني تعليقك على خروج كوكا وانضمام مهند لاشين كلاعب خط وسط مكان احمد نبيل كوكا. هو مهند لاشين ده كان لازم يبقى موجود قبل محمود حماده يعني، مش يعني مش عايز تتكلم، سيبك من الاصابات والحاجات. انت عندك برضه عندك اثنين لعيبه من عندنا رايحين مصابين اصلا، امام عاشور والشناوي. هي اصابات خفيفه يعني، ممكن الحق يعني ان شاء الله المباراه الاولى. يعني ما افتكرش المباراه الاولى امام عاشور هيبقى موجود فيها، لان الملخ اللي بيبقى في العضله العليا دي في الفخذ مش سهله، بياخد وقت، دي تاخد لها 21 يوم على الاقل. انا مجرب الملخ ده يعني، لازم
لازم يبقى ليه تريتمنت خاص، ولازم تبقى قاعد على طول كل يوم جلسات ومشي خفيف وبتاع، يعني قصه كده فيها احترام للاصابه جامد جدا يعني، ما فيهاش استهتار بيها يعني، ما اقدرش اضغط على نفسي والعب وهي موجوده يعني، مش هتعطلني كتير. طيب ده يخليني اسالك يا كابتن شريف، يعني معنى وجود مهند لاشين مكان نبيل كوكا، وده كان المفروض يحصل حتى من البدايه، لان انت شايف مهند يكون موجود حتى مكان محمود حماده. طيب عدم انضمام ياسر ابراهيم، هل لغز يا كابتن شريف؟ هل يعني اتفاجئت عدم وجود ياسر؟ مصاب يعني؟ لا ياسر سليم. ياسر سليم سليم؟ لا سليم. لا ياسر قبل علي جبر وقبل احمد سامي دول ببعيد يعني، ده راجل سبرنتر وواقف على رجليه، والتانيين دول بيلعبوا هم واقفين يعني، مش يعني المجهود المجهود التسلم والاستلام والسرعه متوافر في ياسر يعني، وبعدين ياسر بيلعب بمعتقلات افريقيا والكلام من ده يعني، عنده خبره في الفتره اللي فاتت دي كلها تؤهله ان هو يستحمل اي ضغوط في المرحله اللي جايه دي يعني. مظبوط مظبوط. طيب سؤال اخير يا كابتن شريف، يعني توقعاتك، يعني اكيد امنياتنا المنتخب يوصل فاينل، ولكن توقعاتك المنتخب ممكن يوصل للدور الكام؟ الفاينل باذن الله. الفاينل الاربعه الاوائل يعني، هو ده اللي انا شايفه يعني. متفائل جدا يا كابتن شريف. انا الله. انا عايز محمد صلاح يحط في اعتباره ميسي في نهائي كاس العالم اللي فات، يعتبر نفسه ان البطوله دي بالنسبه له الملاذ الاول والثاني دخول كاس العالم القادم يعني، فهم دول بالنسبه له يكونوا اهم اشياء في حياته اللي من دول، ويدي ويقف بالاولاد ويديله ويديهم الروح والشخصيه ويبقى متوفق، ان هو ده اساس لما بيبقى موجود في الملعب يا محمد، انت بتحس ان انت عندك ورقه دايما تقدر تحدثك الفارق يعني بينها وبين اي حد، فبتمنى له التوفيق واللعيبه كلها، وربنا يبعد الاصابات عن الناس كلها، والمحترفين يبقوا على اتم وجه يعني باذن الله استعداد يعني. طيب برضو حاجه اخيره، مين النجم اللي ممكن يكون متالق في هذه البطوله؟ تتوقع لاعب هو يكون نجم البطوله؟ طيب كتير، ناس كتير يعني، عبد المنعم المفروض الشناوي كمان يعني، في اللاين فيرويد دايما تريزيجيه، وبتمنى مرموش الشكل اللي كان ناجح فيه في المانيا الفتره اللي فاتت دي يبان في البطوله دي، والشخصيه تبان بقى، ومحمد صلاح طبعا يعني. اكيد كابتن شريف نورتني وشرفتني. ربنا يخليك يا محمد، ودايما ترند كده في كل حته. ربنا يخليك يا رب. كابتن شريف عبد المنعم كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي، بالتاكيد ده كلام فني مهم جدا عن مشوار منتخبنا وتوقعاته وامنياته، وبصراحه ادانا جرعه تفاؤل كبيره جدا، لان هو شايف ان منتخبنا هيحقق نتائج جيده، ممكن يوصل لما هو ابعد، ويوصل سيمي فاينل ويكون من الاربعه الكبار. نتمنى يا رب، لان المنتخب على فكره هو وصيف اخر بطوله، ما ننساش ده على فكره برضو كنوع من التفاؤل كده، ان احنا وصلنا فاينل وكسبنا المغرب، كسبنا الكوت ديفوار، كسبنا الكاميرون، فمنتخبنا يقدر يحقق حاجه ان شاء الله في بطولة الأمم. كل التوفيق يا رب لمنتخبنا ولكتيبة روي فيتوريا. فاصل ثم نواصل.